السلام عليكم. احنا المغاربه خويا هنايا كياخذوا الورد كيحتفلوا بعد عيد الحب، ولكن ماشي الاغلبيه كما كتعرف، حيت عيد الحب بالنسبه للمغاربه شويه تيقول لك لا هذا الشيء ديال الاجانب ماشي ديال المغاربه، ولكن بالنسبه لنا تيخص انا والورد ديما زعما ماشي غير بالنسبه لعيد الحب، تتكون واحد شويه زيد الاقبال على الورود، تيصوبوا البوكياج بالنسبه للوالدين ديالهم الاحباء الاصدقاء، فهمتي؟ هذا هو اللي كاين. الدراري لي جون اغلبيه لي جون ما كاينش زعما، وتا الدراري الصغار تا هما ولاو تيبغيو يدوا مثلا المدرسه الاساسيه ديالهم، فهمتي؟ تيتعاملوا بالورد وصافي. السلام عليكم، معكم جمال بائع الورود في مارشي التنوار الزرقسوني. بالنسبه لعيد الحب كاين اقبال كبير، يعني كتباع الورده الحمراء هي اللي كتباع، وكل واحد شنو كيدي، يعني كاين اللي كيدي جوج ثلاثه، كاين اللي واحد شنو كيدي، كاين اللي كيدي 20 10 على حسب كل واحد نو لي من كيهدي، عاوتاني كاين اللي كيعطي الوالده ديالو، هو ماشي الحب يعني كاين حب الوالدين حب اصدقاء عادي عادي، كل واحد وني ما كيعطيها لهذه المناسبه. ايوا بالنسبه للاثمنه، اثمنه مناسب كاين 15 10 على حسب الكاليتي ولا حسب سميتو، وكاين اقبال بزاف. ما كانش شحال هذه عيد الحب يعني غير مؤخرا، يعني شكون كان عارف عيد الحب؟ احنا يلاه عرفنا يعني يلاه ولاو الناس كيوعوا بشي حاجه عالميه ولاو كيحتفلوا بها. الاكثريه تيحتفلوا به، الاكثريه كيحتفلوا بالورد احمر، الاكثريه اللي تيديو فيها الناس الورد هي عيد المراه، هادو ورده ورده، اما الاخرين تيكون كونتيتي تيعطيو الشركات 1500 ورده 1000 ورده، اما هاد المناسبه 20 ورده ورده ثلاثه الوردات اربعه الوردات، حينت هاد العيد ديال عيد الحب الراجل تيشري مرتو الورد، ماشي بحال الاخرى ديال عيد المراه اللي تكون فيها بزاف. اكثر اللي تياخذ الورد اكثر هو الشباب وقلال الناس الكبار، حين كيجي واحد النهار كيكونوا هما محتفلين به ديجا هذاك عيد الحب و تيبغي عاوتاني يزيد كثر هذاك الحب ديالو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.